اسلام المهندس. هنتكلم عن الفيرتشوال رياليتي واستخدامها في المدن الذكيه. الفيرتشوال رياليتي بصفه عامه هي عباره عن هيس هيد انت بتلبسه على دماغك وبينقلك من العالم اللي انت عايش فيه لعالم تاني افتراضي. العالم الافتراضي ده انت بتدخل تعيش جوه عالم تاني. يعني مثلا دلوقتي هنا جوه المكان ده، لا انا بحطه جوه مكان تاني، وليكن مثلا كومباوند، وليكن شقه، وليكن فيلا، وات ايفر المكان ده. التكنولوجي لسه جديده، هي بقى لها كذا سنه، لكن في خلال السنتين اللي فاتوا بدات تدخل الكوميرشال يوز بتاعها، وبتستخدم في كذا مجال. بشكل رئيسي بتستخدم في الجيمز، لكن بجانب الجيمز بتستخدم في حاجات تانية زي الريل استيت معانا. انت لما بتروح تشتري شقه بتبقى عايز تتفرج على الشقه. غالبا لما بتروح تشتري في الاول بيكون لسه ما بناش الموقع، ما بيكونش لسه بنى الشقه، فانت مش عارف بالظبط ايه اللي انت هتشتريه. فبيبدا يوريك رسومات، بيبدا يوريك الاول كان بيبدا يوريك رسومات، وبعد كده شويه العلم اتطور شويه، فبدا يبدا يعمل لك مودلز او زي ماكيت كده تتفرج فيه على حاجه، وبعدين بدا العلم يتطور شويه فبدا يعمل لك فيديو انيميشن وتتفرج على الفيديو بتاعك، وبعدين بدا الستيب الجديده او خطوه جديده في فكره ان هو يفرجك على شقتك او الكومباوند اللي انت هتعيش فيه. انت سيمبلي بتلبس نظاره، تبقى انت تدخل جوه الشقه بتاعتك اللي هي لسه ما بنتش، بتدخل تتفرج على الشقه، بتشوف توزيع العفش جواها ممكن يبقى عامل ازاي، ممكن تغير الالوان، ممكن تبدا تشوف اللاندسكيب، يعني تبدا تقف في البلكونه بتاعتك فتبدا تشوف اللاندسكيب حواليك هتبقى عامل ازاي، ممكن تبدا تشوف العربيه بتاعتك تتحرك جوه الكومباوند فتتفرج على السيرفيسز الموجوده جوه الكومباوند شكلها عامل ازاي والخدمات اللي انت ممكن تاخدها. في الاختصار يعني انا بالظبط بعيشك جوه الكومباوند اللي انت داخل تشتري فيه. فهو ده اللي احنا بنعمله. احنا الحمد لله نفذنا بروجكت موجود هنا في الماركت المصري، وبنسعى ان شاء الله الفتره الجايه ان احنا نحاول نغطي اكتر من بروجكت في الكومباوند الجديده في الكومباوند. مبتدا.com